أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلاب الصف الثامن. في هذا المقطع سوف أوضح لكم المادة التي سوف نتناولها بداية الأسبوع المقرر. نتمنى لكم كل الخير خلال الأسبوع. في بداية الأسبوع الرابع أحبتي طلبة الصف الثامن سوف نبدأ كتابة المقال التحليلي على شكل مجزأ، ولا بد أن تعرف أن هذه المهمة ستكون عبارة عن مهمة تدريبية. لماذا؟ تدريبية لتحليل رواية كوخ العم توم، وسوف تعاد أكثر من مرة حتى تكون في المهمة الاختبارية المعتمدة جاهزاً تماماً لكتابة تحليل أدبي مناسب. بالنسبة للأسبوع الرابع عزيزي الطالب، عليك كتابة مقال تحليلي مجزأ بما يليه الآتي: بداية المقدمة التي تتناول فيها دور الأدب في التعبير عن الأفكار المختلفة، إذ تعد الرواية من أهم الفنون في الأدب والتي تلفت انتباه القارئ وتجذبه إلى رسالة الكاتب. ومن أبرز هذه القضايا قضية العنصرية ضد السود والتي تتناولها أكثر من كتاب أو من كاتب حول العالم، وقلة من أبدع في إيصال التعبير عن هذه القضية كالكاتبة هاريت في روايتها كوخ العم توم، حيث عاشت في مجتمع أمريكي ظالم وسالب للحقوق بسبب اختلاف لون البشرة أو المكانة في المجتمع. بعد ذلك يتدرب الطالب على العنوان الذي يعد العتبة الأولى للدخول إلى عالم النص، والعتبة الأولى التي يصطدم بها القارئ قبل العروج إلى سطور العمل الأدبي، حيث قدم عنوان كوخ العم توم إيحاءات وتساؤلات حول مضمون وموضوع الرواية، وأظهر العنوان مكان الأحداث ألا وهو الكوخ البسيط بالإضافة إلى الشخصية الرئيسة وهو العم توم. علاوة على ذلك كان العنوان جملة اسمية تقدم خبراً، ويجب أن يوضح الطالب كل التفاصيل المتعلقة بالعنوان لأن وجود كوخ بسيط حمل بداخله المجهول بالنسبة لمن يقرأ هذه الرواية. بعد ذلك يتحدث الطالب عن الكاتب ويعبر على أنه ابن البيئة الذي يستوحي مضمونها وأفكارها من الواقع الذي يعيش فيه، لكن يتحدث الطالب عن الكاتب بطريقة يربط بين الكاتب والنص، ثم يركز على شخصيات الرواية سواء كانت رئيسة أو ثانوية أو محورية، ويجب أن يوضح على أن الشخصيات عماد من أعمدة العمل السردي، فقد اختار الكاتب هذه الشخصيات بدقة وعناية لينقل لنا ويجسد لنا شريحة العبيد التي تتعرض للاضطهاد والظلم في ذلك المجتمع الظالم، وهذا إلى أن يصل الطالب إلى الأساليب الإنشائية والتقنيات التي أرادت الكاتبة إيصالها، وبالتالي كسر جمود وملل السرد، وبالتالي كذلك إبعاد الرتابة عن القارئ. ومن هذه الأساليب الإنشائية أو الخبرية التي استخدمت كالنداء والاستفهام والتمني والأمر والتعجب والترجي وغيرها من هذه الأساليب. يظهر الكاتب في النهاية الخاتمة من منظوره الخاص، معبراً عن رأيه الخاص في رواية كوخ العم توم التي تدعو إلى احترام الكرامة الإنسانية وعدم إهانتها والمساس بها. وهكذا أحبتي الطلبة نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعاً سعيداً وموفقاً جداً أتمناه لكم. ادرسوا جيداً، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.